السلام عليكم أصدقائي التلاميذ والتلميذات أولياء الأمور، مرحبا بكم عند بروف عبدو. نتمنى تكونوا بصحة جيدة تلاميذ المقبلين على الامتحانات الإشهادية، كنتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. كيف ما كتعرفوا مؤخرا ولينا كنشوفوا بزاف ديال القرارات اللي هي عشوائية مفاجئة من المؤسسات التعليمية، وفي هذا الفيديو غنشوفوا واحد القرار اللي صادم، قرار غريب، أنا ملي شفتو بقيت كنتعجب. دونك كملوا هذا الفيديو حتى الآخر، خليو معكم واحد لايك او كومونتير. دونك الاخوان غتشوفوا معايا واحد البلاغ ديال واحد الثانويه اللي كتسمى ثانويه تلمست، اللي كاينه بمديريه اقليميه الصويره جهات مراكش اسفي. هذا الاعلان ولا هذا البلاغ اللي خرج البارحه 16 ماي 2022، هذا الاعلان كيقول بانه غيتم توكيف الاستفاده من خدمات داخليه هذه الثانويه، وذلك من يوم الاربعاء بعد الفطور الى نهايه الاسبوع. ولكن علاش غادي يديروا التوكيف ديال الاستفاده من الخدمات ديال هذه الداخليه؟ قال لك نظرا لوضع الداخليه راهن اشارات السلطات العموميه التي ستسهر على تنظيم موسم ركراكا. دونك هذا الموسم هذا غادي ينطموه وغيستغلوا هذه الداخليه في التنظيم ولا في الايواء ديال دوك الناس اللي غيجيو يحضروا لهذا الموسم. حنا غنجريو على التلاميذ باش نستقبلوا الناس اللي غيشاركوا في الموسم. الوغ هنا كيبان بان الموسم احسن من التلاميذ، هذا هو الاستنتاج الوحيد اللي كاين، انه مصلحه التلاميذ ما كتهمش الوزاره، ان مصلحه التلاميذ ما كتهمش هذه الثانويه. وبالنسبه للتلاميذ اللي بعاد مسكن كيفاش غيديروا الا حرمناهم من هذه الخدمات ديال هذه الداخليه؟ لانهم كيباتوا في ديك الداخليه كياكلوا فيها، ولا حرمناهم يعني التلميذ ما يقدرش، يعني ممكن انه ما يجيش يقرا. وشنو حنا ملي كنشوفوا الاستاذ كيدير الاضراب كنقولوا ليه لا ما كتفكرش في المصلحه ديال التلاميذ، وملي كنشوفوا دابا بان الموسم اولى من المصلحه ديال التلاميذ لا انا ما غاديش نهضروا، انا ما غاديش نقولوا بانه الوزاره لا تهمها مصلحه التلاميذ، في حين ان هذه المؤسسه من بعد ما شافت هذه الضجه قالت بان اداره المؤسسه تنهي الى علم التلميذات ان الدراسه مستمره. حنا عرفنا الدراسه بلي مستمره، ولكن انتوما قلتوا في البلاغ الاول بانه تم توقيف الاستفاده من خدمات الداخليه، حنا عارفين بان الدراسه مستمره، ما قلتوش انتوما توقف الدراسه، يعني ما درتوش لينا التعليل على ذاك البلاغ الاولاني فاش قلتوا بان توقف الاستفاده من الداخليه. عرفنا احنا الدراسه كاينه، ولكن كيفاش التلاميذ اللي بعد كي غيديروا؟ ما غيجيش يقرا ليك، لانه ما كاينش فين غيبات الداخليه سيدي، راه قلتوا لي جريتوا عليهم الداخليه هي نهاية الأسبوع. دونك الخوت عطيوني الرأي ديالكم في التعليقات بخصوص هذه القضية هذه، بخصوص هذا القرار اللي كما قلت لكم قرارات عشوائية كنشوفوها من المؤسسات التعليمية. وشكرا لك إلا وصلتي في الفيديو حتى لهذ اللقطة هذه، خلي معاك لايك كومونتير، تابونا في القناة، فعل زر الجرس باش دائما يوصلك أي جديد. كان معكم بروف عبدو، نشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.